مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من بيروت يلي دايماً بنحرص نحضر لكم فيه العديد من الفقرات الحلوة المميزة يلي رح نبدأ اليوم بتقرير خاص حول مهرجان أفضل يلي جرى خلاله تكريم عدد كبير من النجوم، ومن ثم رح ننتقل ونشوف الفنان اللبناني سعد رمضان شو خبرنا عن غنيته الجديدة الحب الأسطوري يلي كان صورها بلبنان من أيام كتير قليلة تحت إدارة المخرج فادي حداد، ورح نكفي ضمن الشق الفني، ولكن هيدي المرة رح نشوف الممثل المصري أيمن قيصوني وزوجته الفنانة اللبنانية نسرين زرق شو خبرونا عن تجربتهم الإعلامية الأخيرة. وما إنه عودناكم دايماً إنه فقراتنا متنوعة، خلينا كمان نشوف أخصائية التغذية ماريبال حرب يلي حبت هيدي المرة تسلط الضوء على علاقة الجينات بمدى تقبلنا أو رفضنا لتناول أطعمة معينة. أما الستايلست أرين أردروميان فاضطر لموضوع الفستان الفضفاض بخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. مثل ما عودناكم دايما حلقتنا بتنتهي بتقرير ميداني، إذ هيدي المرة رح نسلط الضوء على بعض أنواع الملابس يلي شفناها الرائجة بهيدا الصيف، إذ مثل ما شفنا النجمة إليسا والنجم سعد المجرد ظهروا اثنيناتهم بملابس مزركشة وفيها ألوان، فهيت لنشوف هيدي المرة إذا كان المواطنين بيتقبلوا ارتداء هيدي الأنواع من الملابس وشو علقوا على الموضوع. فأكيد إذا حابين تعرفوا أكتر شو محضرينكم على المضبوط ما إلكن غير تتابعوا حلقتنا. رح نبدأ حلقتنا لليوم بتقرير خاص حول مهرجان أفضل يلي جرى خلاله تكريم عدد كبير من النجوم على عطاءاتهم الفنية. تعالوا معنا بداية حتى نشوف مؤسس ومنظم هالمهرجان شو خبرنا عن هالدورة. حبينا نطل هالدورة برسالة جديدة على أن لبنان بلد مستضيف لأكثر من 6 دول بمهرجان دولي، من لبنان، مصر، العراق، البحرين، سوريا، كوكب من الوطن العربي، كل مغرب جمال ثقافة وفن مجتمعين بهالمهرجان. وطبعا برنامج بيروت مع انه كان متواجد بهذا الحفل كان عنده لقاء مع عدد كبير من النجوم المكرمين، فبرايكم من هن وشو قالوا لنا؟ اكيد هذا التكريم الثاني الي، اعتبره تكريم كبير بالنسبه لي، واول بلد ادخله من بعد العراق لبنان، وهذا بعد يعني بعد النجاحات اللي قدمتها، ونقول الحمد لله اخذنا هلال الذهبي لسنتين متتاليه بالعراق، وهسه احنا بهذا التكريم المهرجان افضل، وان شاء الله القادم بعد افضل. واكو معلومه احب يعني اوضحها للجمهور، اقول انه انا مقصر بحقهم وبحق نفسي بالاعلام، سبب انشغالي بالالحان وبالاستوديو، وان شاء الله ما راح اغيب عليهم بالفتره القادمه. كون سعيده مثل ما قلت، واخصا لما بكون ببلد عم بتكرم عن غنيه لبنانيه بكون اسعد، لانه هيك في طعمه، في طعمه دائما ببلدك لما بتتكرمي عن ببلدك وعن غنيه معموله لبيروت، بكون كثير سعيده صراحه. حبيت انه يخرب بيتك شو حلوه. في حدا بيعمل هيك اغاني بعد؟ في نعرف هلا عصر الاعراس وهودا الامور، فكلهم عم يلجوا الاغاني الرومانسيه لتكون للفيرست دانس. وليه ما منرقصهم كمان بعد الفيرست دانس، بنقول لهم انه بليتيني بحبك بلوي، روق علي يا حلوه، قلبي ما بيحمل غلوه. كثير حلو، يعني لك كثير انه لحق انه حلو كثير، بس شخص هو يدق لك ويقول لك انت عندك اعمال حلوه، عم تحبها كثير، العالم عم تحبها، العالم عبالها تشوفك مكرم، تنبسطي من قلبك من جوا، فبتكون في فرحه يعني بالقلب جوا. فاكيد اكيد مبسوط، يعني في عندي تكريمات كثير، وكل تكريم بيكون بيعني لي شيء من المحل، يعني كان برا او كان هون، وانا مبسوط انه مكرم بلبنان مش بلاد برا. هذا التكريم بيعني لي كثير، خاصه انه هذا اول تكريم لي ببلد الثاني لبنان يلي قضيت فيه نص عمري تقريبا. مبسوطه من كل قلبي، وهيك شوي مهرجان افضل بخليك شوي تتاملي بالبلد، انه ان شاء الله تزبط الاوضاع وان شاء الله مهرجانات لقدام. دائما التكريم ببلد الواحد شيء كثير حلو، ان كان كرمت قبل ميركزور وهلا افضل، فبيعني لي كثير هذا الموضوع، وخصوصي بهالظروف اللي عم نمرق فيها، لانه بحاجه لمثل بوزيتيف فايبس بهالاجواء، فبشكرهم كثير ومبسوطين كثير بهيدي الجمعه، وان شاء الله تكون امسيه حلوه كثير. طب خبرنا اليوم شو بيعني لك هذا التكريم؟ لمين بدك تهديه وشو بتضيف لك؟ بهديه لكل الشعب العربي اللي قضى كثير بهالثلاث سنين اللي قطعوا،
بهديها الشعب اللبناني خصوصي، لانه مش ضروري احكي عن الظروف اللي قطعنا فيها، شيء كثير معروف يعني. فبهدي لهم، بهدي له صبرهم لكل اللي قطعوا فيه، وان شاء الله انه الايام الجايه بتكون احلى علينا كلنا. هذا التكريم كثير بيعني لي، هذا التكريم هو اول تكريم بتكرمه، وخاصه مبسوطه كثير انه ببلدي لبنان بيعني لي كثير كثير كثير، وما عندي حكي اكثر وعبر فيه عن فرحتي. هذا رح يعطيكي مسؤوليه، يزيدك مسؤوليه لانت يمكن تناضلي حتى تثبتي اكثر حالك. أكيد هيدا مسؤولية كتير كبيرة وثقة كتير كبيرة عم يحطوها فينا كل حدا بحبنا لحتى ضلني عم أقدم الأفضل. تكريم كله بيعطي الفنان دافع لقدام، بس لما بيجي هو من انعكاس لانعكاس لنجاحك قدام الناس. مش ممكن تتكرم أنت بدون ما تكون الناس هي صدرت هيدا القيمة، هيدي القيمة وهيدا النجاح. أنه اللجنة المنظمة بتعرف انه في تداول لعمل معين خاصه بهذا الفنان، في اصدارات عم تاخد عم تلفت نظر الناس، وجود السوشيال ميديا صار انتشارنا الحمد لله اسرع، وبدك تعرف انت كيف تقدم طاقه ايجابيه للعالم لحتى تضوي على اعمالك. الحمد لله انا بعتبر انه بالمطرح اللي انا فيه كشاعر وكملحن اخذت يعني حيز ممتاز بشوف حالي فيه، وبشكر كل اي حدا بيتابعني وبيخليني اوصل لهالمرحله. وهلا خلينا ننتقل للفنان اللبناني سعد رمضان، يلي أطلق من أيام كتير قليلة أغنيته الجديدة الحب الأسطوري، ويلي هي من كلمات الشاعر اللبناني علي المولى وتلحين صلاح الكردي. شفت الحب الأسطوري يلي بيحكوا لك عنه، هيدا بيرضي لغروري، أنا بدي أكتر منه. فتعوا معنا بداية حتى نشوف سعد شو حب يوجه رسالة من خلال هيدا العمل. يعني الحب الأسطوري هي كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع تايم، وإخراج الكليب من مع بعدسة المخرج فادي حداد. الأغنية كلها حب، وبتحكي عن الحب، وبتحكي عن كل شيء حلو بالحب، بينما الكليب كان فيه مسج كتير حلوة، وإن شاء الله توصل، يعني أنه اللي بده يحب لازم يضحي ولازم يحارب لآخر نفس كرمال اللي بيحبه. وما أنه هيدا العمل هو تجسيد لقصة واقعية كان عايشها سعد رمضان لمدة 6 سنوات مع حبيبته، إلا أنه لسوء الحظ انتهت هيدا العلاقة بسبب تعصب الأهل الطائفة. فأكيد من البديهي نسأله شو الكلمة يلي بتحب توجهها للأهل يلي بتعاملوا مع الحبيبين بهيدي الطريقة. شوفي، أنا ما بنكر رأي الأهل بحياتي، يعني الأهل بالآخر بيكونوا شايفين شيء، بس مش دايما بيكونوا على صح. أوكي، أغلبية الوقت على صح، بس مش دايما على صح. بس بقول إنه لا، بالآخر لما الإنسان يحب، هيدا أنبل شعور بالحياة كلياته، وأحلى شعور بالحياة. قد ما كانت في ظروف صعبة، قد ما كانت في مشاكل، قد ما كانت مليون شغلة، بالآخر بده ينتصر الحب، وبالآخر بده يكون في حب. ومن بعد ما شفنا سعد رمضان قدام تأثر بانفصاله عن حبيبته، فطلبنا منه يوجه له رسالة عبر برنامج من بيروت. خلص رسائل، يعني عم بحاول هيك قد ما في، ما بقى كتير احكي عن الموضوع مع انه الكليب كلياته عن القصة، بس عم بحاول قد ما في ما احكي كتير عن الموضوع، كرمال لإلها وكرمالي لإلي، يعني لانه هي لازم كفي حياتها ولانه انا لازم كفي حياتي. مثل ما قلت لك، بضل في الذكريات الحلوة، ولا يوم من الايام بتروح لو بدي اتجوز وبدي يصير عندي 500 مليون ولد، هو الذكريات بيضلوا موجودين. وقطعنا لسعد وقلنا له من خلال كلماتك منشعر انه صار عندك عقدة من موضوع الحب والغرام، هل كنا على حق؟ يمكن من هلا لاخر عمري ما بقى احب، ويمكن بكره احب. برجع بقول لك يعني الحب كلنا بحاجة له، وما فينا نعيش من دونه، بس الوقت هو اللي بيبين هذا الموضوع. ورجعنا قطعنا لسعد وقلنا له منفهم من كلماتك انه قلبك مفتوح للحب من جديد؟ يلا لا مفتوح للشغل، هلا لنشوف شو بده يصير. ما تعقدت يعني من بعد هالازمه العاطفيه؟ لا ما بتعقد، انا ما بزعل عشي بالحياه، بزعل مثل ما قلت لك على ايام حلوه، بزعل على ذكريات حلوه كذا، بس الدنيا نصيب واللي ربنا كاتب له اياه الواحد بده ياخده.
وحبينا نريحوا شوي لسعد وموضوع علاقته العاطفية السابقة، وقلنا نرجع من جديد للعمل الفني. فقلنا له في كتير أشخاص اعتبروا أنه سعد رمضان ومدير أعماله وسام المولى عندهم ذكاء كتير كبير، لسبب وجيه أنه الأغنية كتير قصير وقتها، وهذا الأمر بخليها تتداول بسرعة على السوشيال ميديا. وهني ما طلوا فيها ويطولوها شوي صغيرة، أنا ما كنت أقبل يعني هيدي تروح تنتشر على السوشيال ميديا أكتر. بالفعل يعني الأغنية بعصرنا هيدا عم تصغر أكتر وأكتر. هلأ أنا مش لأنه تصغر وأنا ما حسبتها كوقت، أنا شفت أنه العالم حبتها اللي حوالي حبوها هيك، تعا زيد حيخف شي منها، خلاص تركوها مثل ما حبتها الناس اللي سمعتها، يعني عم نحكي اللي حوالي مثل ما حبوها تركوها، ما بقى تلعبوا فيها للأغنية. حاولوا يطولوا منه كذا، رجعت قلت لهم ما راح نطول، خلص خليها مثل ما هي، دقيقتين ودقيقتين يمكن وعشرين ثانية تقريبا، هيك منيحة، وبهيدا الوقت اللي نحن فيه، بهيدا العصر اللي نحن فيه، it's enough. ومن بعد ما انتهينا من حديثنا مع سعد رمضان انتقلنا للمخرج فادي حداد، فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرنا عن هيدا التعاون. ان شاء الله الجمهور بيقرر، ان شاء الله الاوديو يحبوه، اهم شيء يحبوا الاوديو تبع سعد، سعد خي وصديق غالي، والفيديو الناس بتقرر، رايحين فيها على الاخر لنشوف شو بده يصير. واسترسل فادي حداد بالحديث عن غنية الحب الاسطوري، فبرايكم شو قالنا هيدي المرة؟ غنية كتير حب الاسطوري، حب كتير، في كتير حب، بحب بنت كتير، هي من غير طايفة، هي من ديانة المسيحية وهو مسلم، بحبوا بعض كتير، والاهل مشاكل الاهل بيعملوا له قصة لسعد وبيكسروا، ما بدهم يعطوها، وهيدي فعلا بتصير كل يوم، عم تصير بالوطن العربي وعم تصير، وهو بيتعتر وهي بتتعتر، وبس تتجوز حدا غيره بضل براسها وبيرجعوا بيطلقوا وبيجيبوا فيها خربان بيوت، فانا عم ضوي على الموضوع. وبختام حديثنا معه لفادي حداد، اكيد حرصنا نساله شو الرساله يلي بحب يوجهها لكل الاشخاص اللي عندهم تطرف طائفي ويلي بيكرهوا انه يكون في زواج لثنائي من ديانات مختلفه. اللي عنده تطرف ما لازم يحضر الكليب اصلا، يعني اذا بديك للمزبوط ما لازم يحضره، لانه منه حلو. واول شيء الحب انا برايي حرام، حب ممكن ياثر لك عمرك، اذا يعني هالقد واحد يعني خلعتي شيء، خلعتي قلبه، عرفتي؟ ف مثل ما كل هالدول العالم ماشي فيها الزواج المدني، انا مع الزواج المدني، يتزوجوا إذا اثنين بيحبوا بعضهم ترولي، وبقوانين وبنظام وبكذا، ساعتها منخفف خربان البيوت، منخفف الطلاق، منخفف، بصير في حب أكتر، عرفت شو قصدي؟ حتى الفاميلي بتصير أنا برأيي بوند أكتر. هيدا مش يعني أنه الكنسة أو الجامع أنه عرفتي مش مزبوط، كلهم مزبوطين، بس في إذا اثنين من غير طايفة بيحبوا بعضهم ما في مشكلة، لازم يتزوجوا أنا برأيي. تألق الممثل المصري أيمن قيسوني بالسباق الرمضاني 2022 من خلال مشاركته بمسلسل يوتيرن، كما من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني إلى جانب زوجته الفنانة نسرين زرق. فتعوا معنا بداية حتى نشوف أيمن شو رد، بس قلنا له أنه في عدد كتير كبير من الأشخاص اعتبروا أنه اليوم الحظ ضحك له، وأيمن قدر يحقق نجاح كتير كبير بهذا السباق. الحمد لله، الحمد لله، فضل من ربنا ان قدرت اثبت لناس كتير في مصر ان انا اقدر اخد دور بالحجم اللي انا اخدته، واشكر دايما استاذ جمال العدل ان هو راهن عليا ودايما بيقول لي ان هو نجح او كسب الرهان ده، فانا المرحله الجايه اهم من المرحله دي، زي ما هو قال لي ان اوكي اثبتت انك تقدر تمثل وتقدر تحمل دور بطوله، فاللي جاي لازم تحسب مليون حساب ان هيكون اهم من اللي انا عملته في رمضان. وقطعنا لايمن وقلنا له طب شو بتوعد جمهورك واي شخصيه رح تجسدها قريبا؟ هو انا متعود ان بدور شرير، حتى في الدور ده كنت دور شرير، انا حابب ان اعمل حاجه رومانتك. عملت لا قبلك ولا بعدك باللبناني رومانتك كوميدي، بس حسيت ان يعني لما بشوف نفسي في يوتيرن وشفت نفسي في لا قبلك ولا بعدك حسيت بفرق كبير كتحضير، كمان ان انا قعدت شهر ونص قبل ما شهر قبل ما نبتدي التصوير، كل يوم انا ومدرب تمثيل استاذ حسام ثلاث ساعات كل يوم بنجهز للدور ده، لا قبلك ولا بعدك يلا خش نصور، فالتحضير مهم جدا، فبحس ان لما هخش في حاجه جاي اللي بعديها ان شاء الله التحضير هيكون اهم واهم واكتر.
وحبينا نستفزه شوي لإيما قيسوني وقلنا له حسب ما بنعرف إنه أنت ما عم بتجرب تتقن اللهجة اللبنانية خوفا من إنه تتكسر لهجتك المصرية وتخف فرص عملك. ما ده صح، إن حتى لما كنت بصور في مصر كان كذا مرة نوقف التصوير إن أمرامي كلمة لبنانية. أنتوا هنا مش هتحسوا بالموضوع ده، بس في مصر ممكن يحس إن حرف أو لهجة تبقى راحت كده في التصوير. فلا أنا بحاول أركز إن أنا أتكلم مصري أكتر ما أقدر، إن أنا كنت عايش أغلبية حياتي يعني قبل ما أجي على ألمانيا كنت عايش أغلبية حياتي في إنجلترا، فالمصري بتاعي أصلا ما كانش أحسن حاجة، فعايز أتمسك بيه مع إن اللهجة اللبنانية بحبها وبعشقها، فبس عايز أمسك على اللهجة المصرية. أما كيف علق أيمن على الأشخاص اللي بيعتبروا إنه مسار الكواكب هيدي الأيام عم تجري لصالحه، فهيك قال: الحمد لله، بشكر ربنا على كل حاجة. وما أنه لمسنا عند أيمن حبه وشغفه بالتمثيل، فأكيد من البديهي نسأله إذا عرض عليه المشاركة بالدراما العراقية هل ممكن يقبل؟ لو دور حلو طبعاً، كممثل الواحد يحب يعمل أي حاجة بتضيف، يعني أنا ده الشخصية بتاعت يوتيرن ضافت لي أداء مختلف، مش شرير وقتال قتلة، فأي حاجة هتضيف لي كممثل هتخليني أبقى أحسن طبعاً أكيد. وهلأ شوفوا معنا ردة فعله لأيمن، بس قلنا له بنشعر إنه صوتك حلو ولازم تصير فنان. تعالي يا بنت، تعالي نسرين، هل أنا ممكن أغني في يوم ما؟ مستحيل. إيه نسرين؟ لا. ومن بعد ما ردت نسرين زرق وقالت لا أكيد، قلنا له بس أنت زوجته ولازم تدعميه وترفع معنوياته. لأنه لا. لا هي عارفة الحقيقة أنا صوتي وحش جدا، أنا بغني هابي بيرثدي على كده هم. لا هي. أنا يعني أنا بقول لا قد ما هو بيقول لا. واحد يبقى صريح، عملنا في لا قبلك ولا بعدك، عملت كان طالع مغني. أنا فكرتك عامل ده صوتك. أنا بدندن، حرام ناتالي ماتت، عملنا كات، البنت ماتت من الضحك، ومفيش نوع مفيش صوت. بيجنن بالتمثيل وبالتقديم الغناء. خليه لحد تاني. لا 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 لا. وكان عندنا الحشين نسألها لنسرين إذا أيمن بغني لها بالبيت. لا هو ما بغني لي أصلا، ما بغني، ما بيعرف يغني. الواحد يكون عارف قدراته، أنا عارف إن أنا ممنوع أغني. لا. وتابعنا مع نسرين وسألناها قد ايه من الصعب إنه يكون في نجمين تحت سقف واحد، لما نشوف من الصعب جدا إنه الحياة الزوجية تستمر. ولا نحن لقلنا بالحمد لله منه صعب، يعني ما مفوتين هاي النجومية على البيت لعنا، ما عنا هذا الموضوع. لا ساعات بطلب منك أوتوغراف، ساعات بطلب منك أوتوغراف كتير واتصور معاكي، دايما بقول لك عايز اتصور معاكي. يعني ما أنا نفس الشيء زي هيك. لا لكن الحمد لله ما عنا هيدي الشغلة بالبيت، إنه نحن كتير ناس طبيعيين وكتير جنون، وما عنا ما خسنا كتير بعاد، نحن بالوسط بس كتير بعاد عن الوسط، فمرتاحين هيك. بس هقول لك على موضوع ان اغني ايام سوبر ستار، استاذ بسام بدور كان بيقول لي ايمن تعال انا اعمل لك اغنيه، قلت له بسام انا ما بغنيش، قال لي ما اغلبيه الناس اللي انت بتسمعهم ما بيغنوش في استوديو، انت عندك الشكل والحضور هنظبط لك الصوت. اقول له لما اطلع على المسرح هغني، قال لي مش مشكله يبقى يحلها ساعتها ربنا. نو واي. اما عن فرحتهم بالنجاح يلي حققوه بالبرنامج التلفزيوني يلي قدموه فهيك خبرونا: الحمد لله اكيد وي ار هابي، يعني طبيعي حيالله شيء بنعمله والعالم ليكي انه وقتها بتشوف عالم وبقولوا لنا مش معقول شو طبيعيين وشو بتشبهوا مشاكلنا الزوجيه، بننبسط اكيد انه بنشبه العالم بالقصص، فهذا شيء بيسعدنا اكيد. واحلى حاجه ان احنا على طبيعتنا قوي في البرنامج ده، فانا مش محتاج تفكر وتجهز شخصيه وتجهز اداء، احنا على طبيعتنا. وبختام حديثنا مع ايمن قيسوني ونسرين زرق كان لهم رساله مميزه لجمهور العراقي: ان شاء الله هنشوفكم في العراق قريب. نحن بنقول لهم يعني الشعب العراقي يعني شعب طبعا عظيم وكريم وبنحبهم كثير وبنوجه لهم احلى تحيه. حب خبير الموضه والستايلست أرن أردروميان يتطرق هيدي المره لموضوع الفستان الفضفاض يلي بترتديه المراه خلال فصل الصيف. فتعوا معنا بداية حتى يخبرنا ليه بتختار هيدا النوع من الفساتين تحديدا. اليوم بتعرف
النساء بفصل الصيف بحبوا يلبسوا قصص الواسعة والفضفاضة وقصص اللي بتريح وقماشتها بتكون كتير خفيفة، لأنه بتعرف اليوم بفصل الصيف بيكون الطقس كتير مشوب وفي كتير سيدات بيعرقوا شوي زيادة عن اللزوم، فبيحبوا يلبسوا قصص ما تكون ملزقة عليهم. وأكيد سألناه لأرن إذا كل النساء ممكن يرتدوا هالأنواع من الفساتين، فبرأيكم شو قال؟ هلأ كل النساء بحق لهم وبيلبق لهم أنهم يلبسوا الفستان الواسع لأنه هو شيء دارج وبيلبق لكل الأجسام، بس مثل ما قلنا عطول 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 السيدة خليها تنتبه أي وسعة بتختار. يعني أنا برأيي ونصيحتي للسيدات اللي بيكونوا كتير ضعاف فيهم يخسروا الفستان الواسع والفضفاض بسانتير على الخصر، بيعطي شيب حلو ومهضوم لجسمهم، بينما السيدات المليانين شوي المستحسن والأفضل أنه بس يلبسوا للفستان ما يحطوا له ولا أي شيء. واسترسلنا بحديثنا مع أرن أردروميان وسألناه إذا كان فيها المرأة القصيرة والضخمة ترتدي هالأنواع من الفساتين. الامرأة القصيرة والضخمة لازم ومجبورة إذا بدك بإطار معين إنه عطول تعلي كعبة بس تكون لابسة هيك فستان، لأنه هذا الفستان أول شيء إذا ما كان ملبس له كعب عالي ما بيعطي نشأة وطول، فيفضل إنه تلبس له كعب عالي لتبين طويلة تتخبي شوي من الضخامة اللي هي فيها. أما فيما يتعلق بالألوان هيك قالنا أرن. هلأ السيدات الضعاف والقصار والطوال ما بتفرق، بس إذا كان جسمهم ضعيف وحلو ومهضوم فيهم يلبسوا كل الألوان، بينما السيدات المليانين شوي والضخمين شوي يستحسن أنهم ينقوا الألوان الغامقة مثل الأسود، الزيتي، البني، هالألوان الغامقة ليخبوا قد ما فيهم وما يبينوا العرض الكبير اللي هنا فيه، خصوصي أنه هنا لابسين فستان أوريدي واسع. وأكيد سألناه لأرن عن كيفية تنسيق هالأنواع من الفساتين، فبرأيكم شو قال؟ يعني تنسيقه للفستان هو منه شيء صعب، يعني فيها اليوم السيدة تلبس عليها هذا الفستان الواسع مع إسبادري وكلاتش أو بلت باك إذا كانت هي ضعيفة وتنزل فيه على النهار اليومي، وفيها السيدة كمان تلبس هذا الفستان الواسع مع سكربينة بس ما تكون سكربينة كتير رسمية، لأنه بالنهاية هذا الفستان الفضفاض الواسع هو فستان سبار، يعني تعملي فيه يومياتك بنهارات مش بالليل. وأكيد سألنا لأرين عن موضوع الجاكيت، فبرأيكم أي أنواع منها من المستحسن اختياره؟ هلأ يستحسن أنه تحط عليها جاكيت جينز أو جاكيت إذا بدك ما يكون رسمي وبليزر. وطبعاً أرين حب ينهي حديثه معنا بتقديم عدد من النصائح للمرأة، فبرأيكم شو قال لهيدي المرة؟ أنا نصيحتي لكل سيدة بتختار أنها تلبس قصص فضفاضة وقصص واسعة تنقي الوسع إذا بدك يكون المناسب لها، لأنه اليوم بس السيدة تكون عم تنقي فستان واسع أوقات بينخاف شوي إنه هيدا الفستان يبينها ضخمة، فهون السيدة لازم تكون على طول أخدي حذرها إنها تكون لابسة الفستان الواسع يلي بيليق بجسمها، كوني على طول حذرة الوسع اللي بتختاري لهيدا الفستان تما تعطي لحالك ضخامة أكتر من اللزوم. انتشرت بالآونة الأخيرة دراسة أمريكية عم تتحدث أنه جيناتنا المتعلقة بالتذوق هي مسؤولة عن رفضنا لتناول عدد من المأكولات وكما إدماننا على أنواع أخرى، فلنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع أكيد ما كان إلنا غير نلتقي أخصائية التغذية ماريبال حرب، فبرأيكم شو قالت لنا هيدي المرة؟ بتلعب الجينات دور أساسي بالتذوق عند الناس، مشان هيك أوقات أشخاص بتعاني من حموضة قوية على شيء معين غير ناس ما بتحس أبدا بهذه الحموضة. الجينات أو الدي إن إيه عنا هو المسؤول عن هذا الشيء، مسؤول عن شغلتين أساسية، عدد البراعم أو التيست بودز أو الريسبتورز اللي بتستقبلوا هذا الذوق الموجودين بالخدود وباللسان، وتاني نقطة هي الوراثة من الأهل، يعني هن اللي بيحددوا شو لعنا أقوى وشو لعنا الأضعف، مشان هيك الجينات أساسية وبتلعب دور أساسي بهذا الموضوع. وهل ممكن يكون إدماننا لتناول بعض أنواع المأكولات إلى علاقة بالوراثة؟ يعني مثلا إذا كانت والدتنا أو والدنا بحب نوع معين من الأطعمة نطلع مثلهم؟
الوراثة أو الأهل كتير بيأثروا على هيدا الموضوع، مثل ما قلنا لأنه نحن كارت الدي ان اي تبعنا هي وراثية من أهلنا. يعني إذا الأم والبي عندهم قبول أكتر على المالح أو الحلو أو بيستذكوه أكتر أو بيستطعموا أكتر، في هذا الشيء كتير بيأثر على الأولاد، ونحن منورث هذا الشيء من أهلنا. فإذا الأهل حسب الدراسات كتير بيساعدوا بهذا الموضوع وكتير بيلعبوا دور وراثيا على التذوق عنا. وكان من اللافت أنه ماريبال حبت تتطرق بحديثة معنا للمذاقات الخمسة، فبرأيكم شو هن وشو قالت لنا عنهم؟ خمس أنواع تذوق موجودة عنا: الحلو، الحامض، المالح، المر، والأمامي. أمامي هو الطعم اللاذعة اللي منشوفها مثلا بأنواع الأسماك. المر هو المرورة اللي منحس فيها معقول بالبروكولي، بالأرنبيط، أيام بالأفوكا أو بأنواع أشياء تكون كتير مستوية. الحلو موجود طبعا بالسكر، بالفواكه. المالح موجود بكل شيء منزاد له ملح، وطبعا بالملح وكل شيء أنواع مثلا معجنات وغيرها. والحامض طبعا بالحوامض وبالفواكه الحامضة والحمضيات. هيدول الخمس أنواع من التذوق بيتوزعوا على اللسان بالطريقة التالية: الأمامي أو اللاذع بكعب اللسان، الحامض بالجوانب، والمر الحلو والمالح على رأس اللسان. مشان هيك نحن أيام فينا نكون عم نتذوق شيء كتير صغير بلساننا من قدام، وهذا الشيء ما بنقدر نعرف طعمته مزبوط، بس نبلع أو نكون عم نمضغ الطعمة منحس بالمرورة أو بالحامض لأنه موجودة بالديب تبع اللسان. كمان لازم نعرف أنه الجينات بتلعب دور بهذا التوزع، وبتلعب دور وين عنا ياهن أقوى، وأي نوع من التيست بودز أو البراعم عنا ياهن أقوى. وهل معقولة أنه تقدمنا بالعمر بيلعب دور أساسي لنفقه تدريجياً مذاقنا؟ العمر كتير بيلعب دور. المسنين اللي فوق 70 سنة عندهم نقص بالتيست بادز أو بالبراعم أو الريسبترز تبع التذوق. مشان هيك في ناس مسنين بيصيروا يحسوا قصص مرة أكتر من تانية، ما بقى بيتحملوا يمكن الحوامض. فإذا العمر بيلعب دور، ومش بس العمر، التعرض لهيدا التذوق يعني الإكسبوجر، قد ايه نحن بنعود حالنا نكون عم ناخد مثلا سكر كتير أو حامض كتير أو مالح كتير. هذا الشيء مع العمر بيخلينا يكون عنا تعلق أكتر لأنه نكون قوينا هيدول البراعم خلال السنين عمرنا. ومن وجهة نظركم، هل معقولة جينات التذوق إلى علاقة بالأوعية الدموية؟ دراسة المؤخرة اللي عملت مميزة لأنه بتفرجي اللينك أو الرابط بين التذوق وقوة التذوق الموجودة من وراء الجينات والأمراض يلي عنا إياها. وتبين بالدراسة إنه الأشخاص اللي عندهم التيست أو التذوق قوي على الحلو عكس ما معقول نفكر ما عندهم أمراض السكري، بل عندهم التريغليسيريد أو الدهون الثلاثية واطية، بينما الأشخاص يلي عندهم السكر عندهم تيست بودز كتير خفيفة عندهم بيكون عندهم قوة على المرورة، فما بيقدروا يأكلوا كتير بروكولي، أرنبيط، الروكا، القصص المفيدة جدا للقلب لأنه بحسوها كتير حادة وكتير مرة لأنه عندهم الريسبترز كتير قوية. فهدول الأشخاص بيعانوا أكتر من مشاكل بالقلب بدل مشاكل السكري، والعكس طبعا تبين. وبختام حديثنا مع ماريبال حرب، حبينا ناخذ منها بعض النصائح للأشخاص يلي بحبوا تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو. كأخصائية تغذية فينا نعتبر هيدي الدراسة كتير مهمة، وهيدا اللينك كتير مهم لأنه كتير أوقات منشوف أشخاص ما عم يقدروا يعملوا كنترول كتير بحاجة يكونوا عم يتناولوا سكر أو موالح أو عجين، يعني معقول يكون السبب هو هيدي الوراثة اللي عندهم إياها. مهم إنه نشتغل على نخفف منها ونكون عم نخفف الإكسبوجر، لأنه مثل ما شفنا كل ما كنا معرضين أكتر كل ما نصير متعلقين أكتر بهذا النوع من المأكولات. مهم نشتغل على هيدا الموضوع، وفينا نكون الدراسة عم نستعملها لنكون عم نعرف أسباب الأمراض اللي عنا إياها مثل السكر، الضغط، الكوليسترول، وأمراض القلب.
وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي دايما معودينكم ننهيها بتقرير ميداني. فش رأيكم هيدي المرة نسلط الضوء على الملابس المزركشة يلي ظهرت فيها النجمة إليسا من خلال محاولتها لتشجيع السياحة بلبنان؟ اتظهرت أمام قلعة فقرة وهي عم ترتدي ملابس اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء، وكانت عم تحط عراسة طرحة العروس. وكمان رح نسلط الضوء على الملابس يلي ظهر فيها بالحفل الأخير للفنان المغربي سعد المجرد. فلا تعرفوا معنا أكثر كيف علق المواطنين على هذا الأمر، وإذا كانوا بيتقبلوا ارتداء هذا النوع من الملابس، وشو رأيهم إذا صارت رائجة هيدي الأيام؟ أكيد ما إلكن غير تابعوا هذا التقرير. أكيد هاي مش موضة مش حلوة أبداً، بنصحني يغيروا هالأواعي ويلبسوا شيء أحسن عشان يطلعوا بصورة حلوة، وعشان يعني يتغيروا الناس ومعاش يعملوا مثلهم. أكيد إيه بصير يشوفون الأولاد يلبسوا مثلهم يعملوا مثلهم كلهم. أنا مني ضد أو أنه كتير بجرح بالكلام أو بنتقد بطريقة جداً سلبية، لأنه بالنهاية أنا بلبس اللي بيريحني، وشو ما كان رأي العالم بالنهاية هذا الشيء أنا بكبه ورا ظهري، مش بس باللبس، بكل المواضيع. إيه ليش لا؟ في ناس بتأيدها وبتلبس بتصير تلبسها، وفي ناس لا. إيه أكيد أنا بحب هالألوان كلها مع بعض، على القليلة بتحس أنه فيها حياة، فيها حب، فيها سلام، فمش غلط أكيد. هلا بهالايام صار كل شيء موضه، يعني اوكي لبسوا الفنانين نحن حنلبس كمان، اكيد رح يلبسوا هيدا اللبس بما انه موضه، اكيد رح يلبسوا. صار كل شيء موضه، جينز على المقلوب، جايبات لقدام، كل شيء موضه. هلا انا اكيد لا، انا مش فوتوكوبي عن حدا. والله كثير غريبه جديده، مش كثير حلوه، يعني العالم ما بتحب كثير هيك، يمكن يتفاجئوا. والله كل شيء يمكن من بعد اللي شفناه، يعني هلا كل شيء ممكن يدرج، صار شيء عادي لحنا لقلنا، وصار بكل المجتمعات العربية والفنية وكل شيء، صار كل شيء عادي عنا. اللبس صار عادي، فاشن كتير كبير. لبنان هو بلد حر، كل واحد حر بده يعمله، بده يحكي، بده يلبسه، بده يسويه، كل شيء حر. هلأ كأنا لا، بس كغيري بحس أكيد حيصير هالشيء. إنه عادي، كل واحد له حرية شخصية بلبسه. لأن شو دخلنا؟ أنا حر، أنا إذا بلبس شرط وكنزة شتوية وبنزل بسبح ما حدا له عندي. حر، كل واحد حر بلبسه. عادي ايه طبعا، هو العالم بتستنى بعضها على شغله. خلص موضه، كل واحد له حريه شخصيه بهالشيء. نحن ما دخلنا. انا ما بتخيل احد، بس ممكن تدرج والبسها، هي حريه شخصيه، هو راي حر. يعني انت ما فيك تقارن هذا شو بيلبس وهذا شو بيلبس، ما فينا نتدخل بهذا الشيء. بجوز هو يشوف حاله ملك فيه، نحن نشوفه ولا شيء. يعني هيدا فاشن جديد، توقع تشوف بعد اذا عم تشوف المطربين والفنانين عم يلبسوا، يعني اكيد رح تتوقع العالم كلها تصير هيك بكره. ما هي اصلا هن عم يعملوا، لا حتى الفانز تصير تنبسط بهيك شيء وتعتبره موضه. يعني كل واحد يعني عنده هيز هون ستايل، يعني ما خص. انا شخصيا لا بصراحه ابدا، لانه جربت كذا مره حالي ما لقيت حالي بهيك ستايل ابدا. اكيد شيء لبس مش مزبوط يعني، ومثل ليسا كيف لابسه وشو بدي احكي. انا اكيد لا مش معهم، يعني يروحوا يغيروا لبسهم ويظبطوا لبسهم ويرجعوا ويجوا، بده يدفعوا لي قد ما بده مصاري ما بلبس هيك. انه عادي، يعني انه شو بدي اقول، يعني ما كل انسان له حريته الشخصيه، واكيد كل واحد بيقدر يعمل اللي بده اياه. ما نحن هلا صرنا بزمن كل حدا بيلبس موضه شكل، فاكيد كل انسان له حريته الشخصيه. يعني انا ما في اجي احكم مع انسان او حدا انه ليش لابس هيك او لا، يمكن انا البس مثلهم. لا ابدا، هيدي حريه شخصيه وما حدا خصه بحريه الشخص الثاني. اكيد ملان موضه دارجه، وانا لما بشوف حدا لابسها عادي يعني واقل من عادي، يعني انه هي موضه بقى صارت كل الناس عم تلبسها، ما فيك بقى ترجع لموضات من 7-8 سنين. نحن هلا اليوم عايشين، بدك اليوم، فخلص بدنا نتسقف شوي. يعني هيدي لبس غير مألوف ليلفتوا الأنظار، يمكن لإلهم مشان العالم تهتم فيهم شوي، بس بالنهاية كله بيرجع لأصوله. ما أظن بهالظروف الاقتصادية اللي نحن فيها هلا صعبة تنتشر شوي، لأنه هيدي بتكلف مصاري. الوضع الاقتصادي هلا عند الشباب وعند البنات يعني، وصعبة تنتشر بهالكثافة اللي كنا نشوفها بالاول. هيدي حريته الشخصية، بيلبس كيف ما بده هو، ما حدا له معه، بس على الاقل يلبس شيء مرتب. وهيدي احتمال، بس كل واحد بيفهم ما بقلده.
معقوله بس ما بحبها هيدي. مالنا فيها نحن. هلا هو يعني تقول انه قاعد مش بحفله يعني باوضه نوم لابس هيك شيء يعني ما انه ظابط ابدا لحفله هيك انه يلبس يعني بصراحه يعني او ممكن ستايل بس هو كمان يعني حسب كل واحد هو ورايه وذوقه يعني ما بعرف انا كل واحد هو وذوقه يعني انا ما في احكم على حدا يعني بهيك شيء يعني كل واحد بيلبس على ذوقه يعني بيلبس على ذوقه بياكل على بيلبس على ذوق الناس وبياكل على ذوقه انا هيك بعرف ما انا ضد هيك شيء بالعكس شيء حلو بقول لانه هذا شيء مميز يعني صحيح اللبس اللي لابسينه فيه الوان فرحه ومرحه عم يبرهنوا للعالم انه هن بيعطوا الفرحه ان كان بالاغاني او بالرقص البلاتشو ايام زمان لما بيكون بالملاهي بيعمل اكروبات وبيعمل العاب بيرقص لبسين او بيرقص الكلب بكل لبس هيك شيء بيعمل منخار طويل بيلبس برميطة طويلة يعني حلو هلا هني لابسين لبس ألوان حلوة أنا مرة لبست لون أخضر ولون أحمر من فوق قالوا لي شو بين أخضر وأحمر قلت لهم شو فيها حسب أما بيكون في عنده الواحد بقدر يلبس هلا بالنسبة لي أنا إذا بصح لي وبعتوا لي تياب منهم أنا بلبسهم اللي تعلمناه بأيام المدارس تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين بالفن ما حسينا العالم الفنانين عم يلتزموا ما فينا بالأساس أصلاً نسميهم فنانين يعني في ناس عم تدعي إنه هي فنانة يعني مثل مبدأ خالف تعرف ممكن هي الهدف كمان يكون إنه الشهرة بس لأي مرحلة العالم بتضل تتقبل هذا الذوق الخارج عن المألوف يعني إحنا ربينا على فيروز على نصر شمس الدين على الرحابنة وغيره من الرقي يعني الفن الأصيل هلأ عم نلاقي إشياء بعيدة كل البعد عن حضارتنا وثقافتنا والإشياء اللي ربينا عليها والمبادئ بلبنان نحنا نختلف شوي عن العالم العربي ناخد يعني أي الموضات وكذا ممكن تبدأ عنا بعدين تنتشر للعالم العربي بس لأي مرحلة ممكن العالم تتقبل لأنه عنا نحنا في تفاوت كتير ثقافي بلبنان في تنوع ممكن فئه او مجموعه تتقبل فئه الاخرى ما تتقبل اي لبس بالنسبه للانسان هو حريه انا اعتبره وانسان يقول انه هذا المقابل هو انسان مشهور او عند بابليك فيجر او عند قاعده جماهيريه كبيره اي انسان ما مجبور ياخذ قدوه انت بالنهايه هو فنان تحب فنه ما تحب لبسه ما ممكن جزء ما تحب شخصيته اكو واحد انت تحب فنه اكو بنت تحبها لجماله اكو شاب تحبه لطوله بالنسبه للبنات بس بالنهايه انا كرايي الشخصي انا من احب سعد المجرد احب صوته احب نبره صوته لما ترتفع احب كذا بس مو بالضروره انه انا اتخذ لبسه او قيافته او شعره او لون قميصه او بنطرونه قدوه الي او اروح اقلدها او لا ممكن اخذ شخص ثاني مثلا نصيف زيتون لبسه حلو كذا وهاي اخذ من عنده موضه فانت بالنهايه مو مجبور ولا احد مجبور يحبه او يكرهه او ينتقده او لا احنا عاداتنا اكيد تختلف خو كل مكان له عادات المغربي عن الفرنسي عن التونسي عن العراقي عن اللبناني كل واحد له ثقافته الخاصه احنا سالم من الناس اللي استثقل انه البس برمودا مع العلم هي طبيعيه بنطلون قصير او جينز قصير بس بعد كل من هو حريته هو رايه انت حر شلون تريد تلبس البس واذا تريد ما تلبس هم لا تلبس وهلأ وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي نتمنى أنه تكون نالت إعجابكم دمتم بخير وما تنسوا لقونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت